يودع كاظم ابن أخيه الذي لقى حتفه داخل أحد السجون في البصرة، وذلك من بعد أن سلم نفسه إلى السلطات الأمنية هنا جراء اتهامه بتعاطي المخدرات. عائلة الفقي تسلمت جثمان ولدها من بعد 4 أشهر من التحقيق، والذي انتهى به المطاف جثة هامدة عليها أثار تعذيب بحسب قول ذوي المتوفي. تلقى نفسه سلمنا، يعني سلم نفسه، ومن سلم نفسه من أخذوا من عنده الاعترافات بالغصب، يعني من بعد التعذيب وبعد هذا أخذوا اعترافات من عنده. بهاي الفترة أستاذ تمرض، مو تمرض، رأسه جونا قالوا منكم مريض. شنو مريض؟ يجي يشكي من رأسه، يعني من الجمجمة. أخذنا قدمت الضابط التحقيق مالته، قلت له يا بنا مريض وهذا حالته تعبانة، قال لا ما بي شيء كذاب. ما أعتقد هسه اللي يتعاطون ويتاجرون يسلمون نفسهم. خلال هاي 4 أشهر جرت عدة تحقيقات وياه ما حصلوا أي شيء. فمن إحدى التحقيقات الظاهرة كان تعذيب بالموضوع، لقي حتفه، وإحنا هسه مع ملابسات الحادث ونطالب تشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع من وزارة الداخلية والعدل والصحة وحقوق الإنسان وديوان محافظة البصرة من أجل معرفة ملابسات الحادث. لطالما أصبحت السجون في محط انتقادات حادة بسبب تصرفات البعض بتعذيب المعتقلين، وذلك من أجل انتزاع اعترافات منهم. فالمنظمات الدولية دعت الحكومة العراقية لمناهضة التعذيب والاعتقال داخل السجون ورعاية حقوق الإنسان. حقيقة ملف السجون في محافظة البصرة هو لم يطبق وفق المادة 37 الفقرة جيم أولا، التي تحرم التعذيب، وكذلك تتيح للمتعرض للتعذيب المطالب بالتعويض النفسي والمحاسب القانوني على من اعتدى عليه. بالتالي بعض الضباط لا يستخدمون الطرق الأكاديمية. تقارير منظمات حقوق الإنسان تتحدث عن نسبة 20% من المعتقلين يعترفون قسريا لجرائم لم ينفذوها بسبب التعذيب أثناء التحقيق، وهو ما دفع برئيس الحكومة للتوجيه بعدم انتزاع الاعترافات من المتهمين بالقسر والإكراه. ملف جرائم تعذيب المعتقلين في السجون العراقية لا زال يشوبه الكثير من علامات الاستفهام تجاه الممارسات التي تتخذ تجاه المعتقلين، والذي راح ضحيته شاب في مقتبل عمره. للسومرية الفضائية مصطفى الشمري، مدينة البصرة.